كان في حوار أدلى بيه تميم أمير قطر لصحيفة لبوان الفرنسية. هذا اللقاء أو هذا الحوار يهمني جدا جدا، ويهم حضراتكم أن أعرج على بعض ما جاء في هذا الحوار. يبقى في لقاءات حصلت بين مصر وقطر. الرئيس الأمير القطري جه مصر في يونيو الماضي، بعد 3 شهور أو أقل الرئيس راح على الدوحة لأول مرة من 2013. وامبارح اتكلمت على الأمر بما يحمله من واقع أو تفعيلا للواقعية السياسية بعيدا عن الرومانسيات السياسية الأخرى. وقلنا يعني امبارح كان الأخ عمار علي حسن كان كاتب تويتة بيقول فيها بمنتهى الفجاجة الحقيقة انه هو ما بيتفرجش على الاستاذ احمد موسى من زمان، من سنوات، لكن النهارده هيتفرج عليه وغمزا وهمزا بيقولوا انتوا عارفين ليه. يعني عمار اللي هو استاذ علوم سياسيه ولا استاذ معرفش ايه بيتكلم بهذه السطحيه الشديده على الاستاذ احمد موسى، بيقول انه انا هتفرج عليه النهارده علشان اشوف تشوف ايه، اشوف كيف سيتناول زيارة الرئيس السيسي إلى قطر. والله أنا لو منحتك رسالة الدكتوراه لأسحبها منك على هذا هذه السطحية الشديدة. يعني ده راجل بتاع علوم سياسية المفروض بينير الطريق للناس، المفروض بيحلل، المفروض بيفهم. هو في مشكلة يعني لا سمح الله شخصية بيني وبين أمير قطر؟ هو في مشكلة شخصية يعني في مصلحة شخصية بتخليني هاجم تركيا؟ ما انا قلت وبقول انه الاخ حافظ المرازي والاخ عمار علي حسن لغاية اللحظة دي بعد عمرهم الطويل مش عارفين يعني ايه دولة، مش فاهمين يعني ايه دولة، ومش فاهمين رغم ان هم اساتذة في العلوم السياسية والصحافة وغيره، مش فاهمين يعني ايه سياسة، مش فاهمين يعني ايه علاقات دولية. انا مش قادر افهم انه طب ما هو حافظ كان قاعد على حجر الأمير القطري 20 سنة لما كان في الجزيرة شغال خلال السنوات الماضية الأمير الوالد حمد. لكن في كل الأحوال أنا بقول للجميع، الناس اللي على الفيسبوك وعلى غيره يقول لك يعني والله مش عارفين الإعلام المصري هيعمل إيه لما يشوف الرئيس في قطر، والإعلام المصري هيعمل إيه لما يشوف أمير قطر في مصر، هيعمل إيه؟ الإعلام المصري إعلام وطني، الإعلام المصري إعلام بيمثل رجع الصدى لدولة، مش لجماعة، مش لهوى، مش لمصالح شخصية زي حافظ أو زي عمار، بشكل واضح جدا معروف. يعني الكلام على فكرة كل واحد معروف بيعمل إيه، مين بيكتب لمين ومين بيعمل مين ومين بيساعد مين، كل ده معروف يا جماعة، مش عايزين نفتح في أمور يعني سطحية.